أهلا وسهلا صدقي. مرحبا فتونة. أهلين أخي، تفضل فوت. تفضل تفضل. تفضل ارتاح، عود هون صدقي. شو بدي أسألك؟ عرفتي أنت بدهم يرجعوا على الضيعة ميسون وأهلها؟ والله مو مبين أبدا، اليوم أو بكرة بأي لحظة كمان بدهم يهدوا بعد 15 يوم. طيب أنا شو بدي أعمل بحالي؟ لك أنا ما لحقت إلا ولا كلمة للبنت، لقيتها متأخر وخسرتها بكير. تعرف صدقي؟ يا بتلحقت إلا يا لا، أنا برأيي هاي فرصتك الوحيدة، أكيد ما رح تضلوا عم تلمحوا لبعض أنت وياها لآخر العمر. يا الله صدقي، ما تساوي هيك بحالك، ما تكون ضعيف لهالدرجة. يا الله دخيلك، هيك أنت رح تخليني اندم إني حكيت لك شو صار. عن جد ما بعرف شو بدي قلك. لك فتون، هالخبر ما أجا بوقته أبدا. أكيد معك حق، بس ما في دقيقة إلا وبعد فرج، يمكن كنتوا رح تضلوا تطلعوا ببعضكم ومترددين. أنا عشقان يا فتون، عشقان، عم تفهمين؟ لليوم ما فتحت تمي بكلمة، بس أنا صدقيني عشقان. بعرف هالشي صدقي، بعرف، بس ليك صدقني كل شي وإله وقته، الحب إله وقته، بكرة بتشوف، ما تزعل، رح نلاقي حل أنا وياك لكل شي، طول بالك شوي. طيب رح نكون مبسوطين برأيك؟ يا فتون أيام سوا. شو اللي عم بيصير فوق؟ مين هذا التافه اللي قاعد عم بيحكي عن الحب والعشق مع فتون؟ يا فتون، وينك فتون؟ افتحي الباب. يي، شو جابو جان لهون هلا؟ فتون، انا بدي امشي، عندي شغل. ماشي ليك صدقي، اوعك تنسى اللي حكيته معك، مفهوم؟ كل مشكله والى حل، بس بدها شويه وقت، محلوله، ما تقلق ولا تاكلها. ايه ان شاء الله. واخرت معك رح انزل معك يعني. ولك يا فتون، افتحي فتون. وبعدين معك، شو في جان؟ جان، مين انت ولك؟ مين؟ جان، لك شو صار لك؟ مين بتكون وشو عم تعمل ببيتها؟ جان، انا صدقي شبك. لعمة، لك انت مو تبع مطعم الكفتة؟ لا تكون حاطط عينك على فتون من الشغل، ولك احكي لشوف. لا اخي، انت شو عم تقول؟ مو حاطط عيني على حدا. فتون، ردي على سؤالي فورا. لك انت شو دخلك؟ مين انت لحتى تجي وتحاسبني؟ شو هالمسخره؟ كيف شو دخلني؟ قال شو دخلني؟ قال جنيتي انت. بعدين انت امتى لحقت تعرف على فتون لحتى صار لك ساعه عم تعترف له بحبك؟ جان، انت اكيد فهمان كل القصه غلط. انا شلون بدي افكر باختي فتون؟ يعني اصلا انا اللي فيني مكفيني. لا تواخذنا لو سمحت صدقي، هذا هيك طبعه، بيغلي وبيعصب من دون ما يعرف اي شيء. طول بالك. لك حاجة تزوره للصبي بقى. فوتون، احكي لي بسرعة شو كان بده. ما تعيد جان، فوت انقبر لجوا، هلأ بحكي لك. سكر الباب وراك. لك انت فيك تفهمني كيف تبهدله هيك للشاب من دون ما تفهم شو القصة حتى؟ وانا شو بدي اعمل لك يعني؟ فكرته حاطط عينه عليكي، سمعته كان عم بيعترف لك بحبه، اشرحي لي شو الشي اللي سمعته. لك الشاب قصده عن وحدة تانية غيري، بعدين انا ليش بده يحط عينه علي جان؟ انت جان على اخر شي. ليش بده يحط عينه عليكي؟ عن جد عم تسألي هالسؤال؟ ليك على هالحكي يا بنتي، انت مالك منتبه انه جمالك بيسحر وفوق الوصف؟ وقديشك انت وحدة عفوية، وبحالتك الطبيعية هي ممكن توقعي اي شاب بشباكك، وانت بنت كاملة مكملة يا فتون، يعني مانك حاسة على هذا الشيء؟ لو انا مكانه كنت بعلق فيكي اكيد. ايه خلصنا جان، الموضوع مانو مستاهل كل هالتعصيب والعياط. ما دخلني شو ما كان الموضوع، ما دخلني بكل هالحكي، انت ما تغيري الموضوع، احكي شو مشكلته هالتافه وخلصيني. شو كان بده هذا التافه؟ شو كان بده من الحب والغرام؟ جاي على بالي قلك شو دخلك، بس انت ما رح تفهم، رح احكي لك شو القصه مشان ريح راسي منك على الاخير. قولي 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 قولي. صدقي بحبها لميسون، ماشي، وميسون مسافره مع اهلها على الضيعه، والشاب ما عاد يعرف شو بده يعمل، واجى لعندي لحتى يسالني شو فيها. ميسون هو يعني بيحب لميسون قصدك؟ هيك لكان؟ حلو كتير عن جد، الولاد حبوا بعضهم ورح يجتمعوا. بس دقيقة، ميسون ليش مسافرة على الضيعة مع أهلها؟ لأنهم رح يهدوا بيتهم، مثل ما رح يهدوا لي بيتي وبيوت كل أهل الحارة. أنت شو دخلك جان؟ شو دخلك؟ لو سمحت تفضل امشي، أنت أصلاً ليش عندي هون؟ مو على أساس تركت الحارة؟ شو جابك؟ انت قلتيلي انه ما عاد حبيتك وطلعها من الحارة، لهيك طلعت. كتير منيح. طيب شو بدك؟ شو جابك؟
مو بيتك رح ينهد؟ يعني مشان هيك جيت لأخذ. فوتون عن جد القصة ما بدي عناد، يلا قومي بقى خلينا نمشي. لك لوين جان؟ فهمني لوين لوين؟ لعنا. شو؟ لك ايه يعني كنت بدي قلك امشي نروح على شي اوتيل بس بأحلامك. اها شفتي شلون؟ بأحلامك عارفان بدك تقولي، مشان هيك اختصرت وقلت لك منروح لعنا. قومي. لك جان هاي الثقة الزايدة اللي عندك من وين جايبها؟ انا شو بدي اعمل عندكم بالبيت؟ امك بس تشوفني رح تاخذني بالاحضان. انت مضطره تجي لعنا يا فتون لانه ما في مكان تروحي له. ايه شو يعني؟ انا بلاقي حل، اصلا هي مشكلتي لحالي. لك من كل عقلك جان روح اقعد ببيت طليقي. لك يا فتون حاجتك عناد وقومي معي، ركزي معي واسمعي هالكلمتين. مو انت قلتي لي ما بقى تحبيني بنوب؟ بلا. وقلتي لي كمان انه كل شيء بيناتنا انتهى؟ بلا طبعا. حلو هالحكي، انا باخذك معي بصفتك رفيقه عاديه لإلي. ايه ايه ليش عم تزوريني هيك؟ رفيقتي عادي. لك بنتي مو طالع من قلبي اتركك هون وروح على البيت لحالي، مو حلوه. رفيقتك؟ قلت لي رفيقتك. ايه رفيقتك لك. ايه رفيقتي. لك ايه شيلي لي قصص طليقي وحبيبي على جنب هلا، خلص خلينا نبلش بدايه جديده مع بعض. يعني خليني انا وياك نكمل مع بعض بهالصفه، هيك احسن برايي. رفقات. بس أنا بعرف إنه رفيقي ما بيتهجم على رفيق التاني بس يشوفه عم يحكي معي وبيجي ليضربه كمان، ولا شو رأيك؟ لا لا هي غير شي. شو الفرق بالله؟ تعرف شغلة مهمة أستاذ جان؟ شايفني أنا؟ إذا بشوفك مع وحدة بالطريق ليك هالقدها؟ طلع منيح، شايف هالذرة هاي؟ ما بغار عليك هالقد، مستحيل اتطلع وراي ما تحلم فيها. لنفترض اتطلعت، صار واتطلعت، بقول الله يسعدهم بس هاي هي هيك لك؟ بالحرف الواحد. يعني هلأ بفهم من حكيك إذا شفتيني مع أي بنت مستحيل تغاري أو تتوتري، صح حكي؟ إيه بالضبط. منيح، معناتها أنا رح روح يا رفيقتي، باي. ماشي يا رفيقي روح، بس خليني سكر الباب وراك. بدك شي؟ مع السلامة رفيقي. لا شكرا ما بدي شيء يا رفيقتي. ماشي يا فتون، ما بكون جانتكين اذا ما خليتك تندمي على هذا الحكي. ما بتغرقل. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الاخطارات لتكون اول من يشاهدها.